الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الأمريكية ومستجدات التواصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة من أبرز محاور اللقاء. عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، مدبولي يؤكد أن ضبط الأسعار وأزمة الكهرباء أولوية قصوى. وفد أمني مصري يتجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. هذا وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل في مستهل اللقاء تحية الرئيس بايدن إلى السيد الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العملية العسكرية في القطاع، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع، ومؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما شدد سيادته على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه ثمن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب ترأسه لأول اجتماع للحكومة الجديدة، أكد مدبولي أن الدولة قامت بجهد كبير في تحديث المناهج خلال 6 سنوات الماضية ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية. أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وإن الآلية لهذا الموضوع هنشتغل عليها إن هنبدأ نقعد مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وهنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الأولى، ودي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة، وهيبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين بتنفيذ توصيات محور بعينه هيبدأوا يقعدوا مع مجلس الأمناء ويترجموا هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية بتوقيتات محددة، وحتابعها بنفسي أنا شخصيا على هذا الموضوع علشان نتأكد فعلا إن إحنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا، لأن هذه التوصيات خرجت زي ما قلت من في أكتر من مجال، دي بتمثل أطياف المجتمع المصري كله.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. كما أكد مدبولي أن هناك أولوية قصوى للحكومة تتمثل في ضبط الأسعار وأزمة الكهرباء، وأيضا السعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية. مشكلة الكهرباء وموضوع ضبط الأسعار، ودول أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها إن إحنا نشتغل على هذا الموضوع. فأنا حبيت إن أنا يعني أوضح هذه النقاط، وكنت بوضحها بصورة واضحة جدا للسادة الوزراء. أهم شيء طبعا أكدت عليه ضرورة التواصل المستمر مع كل أطياف الدولة المصرية، بدي أن طبعا التواجد، وأكدت على التواجد مع مجلس النواب، الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة وحضور اللجان النوعية من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، يبقى في تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفتيه، سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ أيضا. لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود، وحنبقى بنتابع أيضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع، لأن ده شيء مهم جدا. هذا وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم متابعة تنفيذ برنامج الحكومة ومدى تحقيقه على أرض الواقع وحجم ما يتم إنجازه. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل دائما كفريق واحد، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات في جميع الملفات. أهم شيء بالنسبة لنا إن شاء الله هيبقى تنفيذ برنامج الحكومة زي ما قلت، وإزاي إن إحنا نحاول بقدر الإمكان من أول فترة، ودايما بيتقال وانا قلتها لهم، بيبقى دايما بيتقال ان الحكومة بتبدأ تقيم بعد اول يوم، باول 100 يوم، اول 100 يوم. انا قلت لهم لا، مش عايزين ننتظر 100 يوم، احنا عايزين في خلال اول شهر يبدأ المواطن يلمس حقيقة ان في تغيير بيحصل على الارض، وان احنا فعلا بنتفاعل بصورة ايجابية، وبدأنا فعلا نحل مشاكل كان المواطن ده بيشكو ان دي عايزها وبيعتبرها اولوية قصوى بالنسبة له. دي يمكن كانت أهم الرسائل اللي أنا النهاردة نقلتها للسادة الوزراء، وزي ما قلت لحضراتكم أهم شيء هنكون تركيزنا على تنفيذ البرنامج وضمان، يعني لأن تنفيذ البرنامج بكل ما كان الحقيقة مشتملاته هيبقى ده اللي فعلا بيكسب الحكومة مصداقية الشارع، والمواطن بيبدأ فعلا يثق إن ما يتم الوعد به وما يتم إعلانه بيتحقق على الأرض. أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء تطلعنا عليه الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل، والذي جاء في أعقاب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر الذي كان فيه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعلن عن عدد من النقاط الهامة والتي جاءت في إطار هذا الاجتماع الأول. في البداية خلال الاجتماع وخلال المؤتمر قام بتوجيه الشكر للوزراء والمحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود طوال الفترة الماضية في إطار عدد من الملفات والقضايا. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التأكيد على كل الوزراء خلال هذا الاجتماع على أهمية التعامل الفوري مع كل المشكلات التي تواجه المجتمع والمواطنين، وإطلاع المواطنين بشكل مستمر على ما تم على أرض الواقع في التعامل وفي إدارة هذه الملفات، حتى يشعر المواطن بوجود نقلة حقيقية في إدارة التعامل مع الأزمات والمشكلات. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم العمل أو سيتم العمل خلال الفترة القادمة مع المجموعات الوزارية المختلفة التي تم تشكيلها وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية على إدارة عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى، وعلى رأس هذه الملفات ما يتعلق بضبط
الأسعار، توفير أيضا مخزون استراتيجي من السلع المختلفة، أيضا ترشيد استهلاك الكهرباء، الملف الخاص بجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا القطاع الاقتصادي. هذه الملفات هي ذات الأولوية القصوى والتي سيتم التعامل معها خلال الفترة القادمة في إطار أيضا عدد من الأهداف. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأهداف سيتم العمل عليها خلال 3 سنوات القادمة، كما ذكرت تم خلال اجتماع اليوم يتعلق بملفات اقتصادية وملفات التعليم والصحة وانقطاع التيار الكهربائي. تم الرد على كل هذه الاستفسارات في خلال المؤتمر الصحفي، وهو ما سيتم بشكل مستمر. هذه أهم التفاصيل التي تعلقت بالمؤتمر الصحفي اليوم الذي جاء في أعقاب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. هذا وترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني لترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية، مع ضرورة اهتمام الوزراء بحضور الجلسات البرلمانية مع تخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم باعتبارها تمثل مطالب للمواطنين أنفسهم. وفيما يتعلق بالأزمات والقضايا الملحة، أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهد الممكن لزيادة الموارد من العمالة الأجنبية، مع إعطاء دفعة قوية لملفات التعليم، الصحة، الصناعة خلال الفترة المقبلة. We'll be right back.
وخلال اجتماع الحكومة استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثمارية في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي. وأشارت الوزيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024-2025. كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطط نسبة تنفيذها 70%. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وكد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. يأتي ذلك اتصالا بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة بالتوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع بما يضمن كفاءة العمل الحكومي. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول صناعة التعهيد في مصر. أوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود. كما أشار التقرير إلى أنه خلال العام المالي 2022-2023 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه، مقارنة ب 209.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 بنسبة نمو تصل إلى 31.5%. صرح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة بأن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأربعاء بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة. وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى 10 أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بتشكيلها، مؤكدا حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزامه بتوجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري. وضعت الحكومة الجديدة خطة طموحة وحددت مهام محددة وأولويات قصوى منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية في وقت صعب يشهد العديد من التحديات. حددت الحكومة 4 محاور رئيسية هامة لعملها، جاء على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية. خطة طموحة ومهام محددة وأولويات قصوى حددتها الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول لتسلمها المسؤولية في وقت صعب يشهد العديد من التحديات. الحكومة حددت 4 محاور رئيسية هامة لعملها، فجاء على رأسها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية في وقت يمر فيه العالم بتحديات كثيرة وسط العديد من الصراعات المشتعلة. وتضمن المحور العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل
بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي. كما تضمن المحور تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، فيما اهتم محور آخر ضمن برنامج عمل الحكومة ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وتضمن عدة محاور فرعية وهي الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة والإسكان والمرافق. ولضمان تحقيق أهداف هذا المحور، وضعت الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري إيماناً بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة. محور آخر ضمن خطة الحكومة اهتم ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتضمن ثلاثة محاور فرعية هي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم. الحكومة ستعمل في خطتها على بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي. كما وضعت الحكومة محوراً آخر هاماً تمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، فاستقرار الدولة يعتمد على قدرة مؤسساتها على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه. هي إذن محاور هامة وضعتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار ودعم المواطن وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المنتشرة عن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية. أكد المركز التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في مواعيدها المحددة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرة إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع الوزارة في سبتمبر 2018، والذي يتضمن تشغيل وصيانة وإدارة محطات كهرباء كل من البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف لمدة 8 سنوات. هذا وشدد المركز على كفاءة محطات كهرباء سيمنز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطى كفاءة تشغيلها 61%، مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة السادسة من بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة. بعد النجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا، استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. الوادي الذي يتمتع بإطلالة ساحرة على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفسطاط، شهدت ملاعبه ذات المقاييس الدولية منافسة كبيرة بين الفرسان في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية. كل الخدمات متوفرة والبطولة النهاردة رائعة، والحقيقة كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لرياضة الفروسية. نشكر طبعا وزارة الداخلية على التنظيم وعلى الملاعب الممتازة، وبنشكر طبعا رئيس الجمهورية لاهتمامه بالرياضة الفروسية عامة. ده من أحسن ملاعب الكلة اللي موجودة في مصر، عشان كمان الإضاءة اللي فيه وكل التجهيزات اللي موجودة بتخلي الموضوع سيف قوي لكل اللعيبه، وكمان نقدر نتفرج براحتنا على كل الالعاب الموجوده. نشكر وزاره الداخليه ورئيس عبد الفتاح السيسي على هذا العظمه، ما شاء الله نادي كبير يقدر يستوعب بطولات عالميه وبطولات كبيره. يمتلك الوادي تجهيزات متطورة لإنجاح أي بطولة تقام على أرضه، من فندق لإقامة اللاعبين وأسرهم واسطبلاب بتجهيزات بيطرية لإراحة وإقامة الخيول وتوفير خدمات للجمهور واللاعبين أثناء البطولات، فضلا عن ما يتمتع به من غرفة تحكيم مصممة لرؤية جميع الملاعب. النادي لما اتجدد طبعا بقى حلو جدا للبطولات المحلية والبطولات الدولية، وبقى مؤهل ان هو يشيل بطولات دولية، واتعملت فيه تصفيات كاس العالم وكانت على اعلى مستوى. الاراضي فعلا هنا يعني مجهزة بشكل كويس، والاراضي واسعة والاضاءة كويسة. وزارة الداخلية قدرت تحقق حاجات احنا قبل كده ما كناش بنشوفها ولا شفناها. انا بشكر وزارة الداخلية، وطبعا بشكر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على اهتمامه برياضة الفروسية. انا بشكر وزارة الداخلية المصرية على صراحة يعني على المكان الرائع والممتاز، فاجتهاد ظاهر صراحة، وهم مهتمين بالديتيلز. يستمر الوادي في نجاحاته في استضافة بطولات الفروسية منذ ان قامت وزارة الداخلية بتطويره إسهاما منها في الارتقاء بهذه الرياضة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن.
أفاد مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت على مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أضاف المصدر أن الوفد الأمني المصري يتجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهة النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. كما أشار المصدر رفيع المستوى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد. المصدر أضاف كذلك استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهة النظر بين كافة الأطراف. في مسعى جديد للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، جاءت جولة جديدة لوفد أمريكي بالمنطقة برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، وذلك لإجراء محادثات بين إسرائيل وحركة حماس والوسطاء. جولة الوفد الأمريكي بدأت من القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري الذي يبذل نشاطا مكثفا للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار ولتؤكد بشكل واضح دور مصر الهام والمحوري في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إنه لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين، لكنه في نفس الوقت أكد أن واشنطن لم تكن لترسل فريقا للمفاوضات إذا لم يكن هناك فرصة لإحراز تقدم. حركة حماس من جانبها أبدت مرونة للتوصل لاتفاق وتخلت الأسبوع الماضي عن مطلبها المتمثل في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار أولا قبل أن توقع أي اتفاق لترمي الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي. كما أكدت الحركة أن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من شأنه أن يعيد المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار إلى نقطة الصفر، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انهيار للمفاوضات. وعلى الجانب الآخر يواصل نتنياهو إصراره على ضرورة أن لا يحول الاتفاق دون استئناف إسرائيل لعملياتها حتى تحقيق أهدافها في الحرب. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضد نتنياهو في أنحاء إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، فيما بلغ بالمعارضة الإسرائيلية التعهد بتقديم شبكة أمان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال تمت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، وذلك شريطة استقالة وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية سموتريتش. كشفت صحيفة معرفة الإسرائيلية عن أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أبدى استعداده لدعم صفقة لإعادة المحتجزين، لافتا إلى أن حركة حماس اتخذت خطوات إيجابية تجاه إمكانية التوصل إلى صفقة. وأضاف لابيد أنه سيعمل على توفير شبكة أمان يمكن أن تطيل من عمر الحكومة الحالية، واصفا إياها بالفاسدة. كما أكد أن أولويته القصوى هي إطلاق سراح المحتجزين، مشددا على أنه لا يمكن للاقتصاد أن يتحمل استمرار الحرب وتجنيد الاحتياط لفترات طويلة. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وخلال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي بدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، وجه العسومي الشكر لمصر على جهودها المضنية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني. هذا وأشار العسومي لاستمرار البرلمان العربي في جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يمثل انحيازا للجانب الصحيح من التاريخ. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أبو الغيط بنادي الصحفيين اليابانيين في إطار مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في طوكيو. تناول أبو الغيط خلال كلمته
تناول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي نتجت عنها، فضلا عن الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها ولحالة الأمن الدولي والاقتصاد العالمي. إن مصر أدانت منذ البداية وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 38,243 شهيدا، بالإضافة إلى 88,033 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 50 شهيدا و130 مصابا للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان أن 3 فلسطينيين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من معبر كرم أبو سالم. أضافت رويترز نقلا عن شهود العيان أن الشهداء تعرضوا لهجوم مباشر من الجيش الإسرائيلي بعد الإفراج عنهم، حيث ألقت القوات قنابل عليهم أثناء مرورهم بمنطقة العرب بعد خروجهم من الاعتقال. أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة أدت لتزايد عمليات النزوح في غزة، مشيرا إلى أن تلك الأجزاء المطلوب إخلاؤها كانت خاضعة لأمر إخلاء شامل صدر في أكتوبر الماضي لجميع أنحاء شمال غزة. وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن الأحياء المتضررة يوجد بها أكثر من 60 ملجأ كانت في الأصل مدارس، بالإضافة إلى مستشفيين يعملان بشكل جزئي، فضلا عن 6 نقاط طبية ومركزي رعاية صحية أولية. وأوضح أن الأعمال القتالية النشطة والطرق المدمرة والقيود على الوصول الإنساني وغياب النظام العام والسلامة، كل ذلك يسبب تقويض الحركة على طول الطريق الرئيسي للشحنات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى خان يونس ودير البلح، ما أدى إلى شح الوقود والمساعدات إلى جانب زيادة فرص تلف الإمدادات العالقة في الطرق. السادسة متواصلة ونتابع فيها. الولايات المتحدة تعلن عن تدخلها لتخفيف التوترات بين إسرائيل ولبنان ومحاولة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. نجدد التحية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن واشنطن اتخذت المزيد من الخطوات الدبلوماسية لمحاولة تخفيف التوتر على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان ومحاولة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار. أعرب ميلر عن أمله بأن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية النجاح في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون باليمن، فيما أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر ملاحية في مدينة الحديدة بوقوع اشتباكات بحرية في البحر الأحمر وقبالة باب المندب، مع سماع أصوات انفجارات منذ فجر أمس.
يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض طائرتين مسيرتين بالتوازي مع قيام حلفائها في خليج عدن بتدمير طائرتين مسيرتين أخريين. أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة وحلفائها سيواصلون التصدي لهجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن. أضافت سينغ أن قوات الحوثي تجلب الكوارث لليمنيين وأنهم يعرضون الأمن البحري للخطر حيث يهاجمون سفنا لا علاقة لها بإسرائيل، مؤكدة أن بلادها ستواصل العمل على محاسبة قوات الحوثي على أفعالها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو ونيودلهي، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين زاد العام الماضي بنسبة 66%، وارتفع مجددا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20% إضافية. هذا وتم الإعلان عن استثمارات روسية بـ100 مليار روبل في الهند. قدم الرئيس الروسي الدعوة لرئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي لحضور منتدى بريكس. من جانبه أكد رئيس الوزراء الهندي التعاون بين بلاده وموسكو في مجالات الوقود والطاقة، مؤكدا على استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا. اعلن حاكم منطقة فولغوغراد الروسية ان هجوما شنته اوكرانيا بطائرات مسيرة ادى الى نشوب حريقين في محطة كهرباء فرعية ومستودع للنفط في المنطقة الواقعة في جنوب روسيا. وصرح أندري بوشاروف حاكم فولغوغراد ان قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت هجوما بطائرات مسيرة على أراضي منطقة فولغوغراد. انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن قمة لحلف الناتو بالتزامن مع مرور 75 عاما على تأسيس الحلف. تأتي القمة في وقت محفوف بالمخاطر والتحديات في تاريخ الحلف بسبب الأزمة الأوكرانية ورغبة أوكرانيا في الانضمام للحلف. مرور 75 عاما على تأسيس حلف شمال الأطلنطي يمثل لحظة تأمل في تطور منظمة استراتيجية بدأت كرد فعل لتهديدات الحرب الباردة وأصبحت اليوم ركيزة أساسية للأمن العالمي منذ تأسيسها في عام 1949. يضم الناتو حالياً 32 عضواً، بدأ مع 12 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وزاد عدد الأعضاء مع مرور السنوات، وتعد المادة الخامسة من معاهدة الناتو العمود الفقري للحلف، حيث تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع الأعضاء، وقد تم تفعيل هذه المادة مرة واحدة فقط في تاريخ الناتو بعد هجمات 11 سبتمبر. بعد توقف في لندن وباريس، استقر مقر الناتو في بروكسل منذ عام 1967، وتقوم دول الناتو بمناورات عسكرية متكررة لتعزيز التعاون مع تبادل موارد عسكرية وتكنولوجية بين الدول الأعضاء. وبالرغم من عدم وجود جيش مركزي للناتو، يعتمد التحالف على جيوش الدول الأعضاء، مما يجعل التنسيق العسكري بينها أمراً بالغ الأهمية. قمة الناتو ستتخذ قرارات تعزيز قدرات الدفاع والردع المشترك وسط دعوات للدول الأعضاء إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، وسيناقش الناتو هذا العام ضمن الأجندة المطروحة انضمام أوكرانيا ودعمها في الأزمة الأوكرانية الروسية. ويتزايد الضغط على الحلف
الملف بفعل عدم اليقين السياسي في أوروبا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة في البرلمان الأوروبي، وهو ما سيكون بنداً على أجندة النقاشات. قمة الناتو ستبحث أيضاً تداعيات احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد تصريحاته السابقة المناهضة للحلف. عقدت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاجتماع الثاني لإنهاء إجراءات التأسيس بمقر التحالف في القاهرة الجديدة. اعتمدت الجمعية العامة خلال الاجتماع النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية لعمل التحالف الوطني 2024-2030، وذلك لتنطلق أنشطة التحالف بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية. تفقد محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور المنطقة الحرفية في حي المساعيد بمدينة العريش. أكد المحافظ على ضرورة العمل للتمكين الاقتصادي باعتباره جزءا من التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي، مضيفا أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي. ولن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال إلى زميلتي سارة نجيب. أهلا بك سارة والتفاصيل. شكرا نهى، شكرا دينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكدت الحكومة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري منخفض ومتوسط الدخل وتسليمها للمستحقين. وأضافت الحكومة أنه يجرى تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل، منها 55,500 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان وبدر و15 مايو، بالإضافة إلى 28,000 وحدة سكنية تم وجاري تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسطي الدخل. أعلنت الحكومة أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيراري الكهرومائية على نهر روفيجي بدولة تنزانيا. وخلال اجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروع الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أن دولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشددا على أنه تتم متابعة بشكل دوري من الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية للأشقاء بتنزانيا. وفي أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 3,500,000,000 جنيه، وربح رأس المال السوقي 3,000,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 9
19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 متساوي الأوزان بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة. وصعد مؤشر إيجاك 100 متساوي الأوزان بنسبة 24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة. وفي أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع تجاوز مركز الخام الأمريكي في هيوستن مخاطر إعصار بيرل، وتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي جيروم باول التي تستمر يومين بشأن السياسة النقدية. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.95% ليسجل 85 دولارا وسنتين اثنين للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.52% ليسجل 82 دولارا و16 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.32 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 33% لتسجل $2.68 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة المالية العمانية تسجيل الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 5.75 مليار ريال عماني، منخفضة بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، والبالغة 5.463 مليار ريال عماني. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام. أكد اتحاد التجزئة البريطاني أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجع خلال يونيو الماضي بسبب أحوال الطقس الباردة التي منعت المتسوقين من شراء الملابس الصيفية وإمدادات الحدائق رغم تخفيف الضغط على الأسر وتباتؤ التضخم. وأشار اتحاد التجزئة البريطاني إلى أن مبيعات التجزئة في بريطانيا سجلت انخفاضا بنسبة 2% من إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2023. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى نهى ودينا. إليكم شكرا لك سارة. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا وإلى عناوينها. الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الأمريكية ومستجدات التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة أبرز محاور اللقاء. عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، مدبولي يؤكد أن ضبط الأسعار وأزمة الكهرباء أولوية قصوى. وفد أمني مصري يتجه غدا للدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصري. دمتم بأمان.